الرقابة على نيلسون فالديز. هنا أمامنا الكرة الثابتة تلعب على حدود نقطة الجزاء، ولكن الارتقاء وأول أهداف المباراة من جانب لاعب المنتخب الباراغواي. أمامنا في هذه اللقطة ارتقاء من جانب اللاعب أنطولينا الكاريز، يسجل أول أهدافه الدولية. خبرة في الأندية الإيطالية، لعب في فريق نادي فيرونتينا، ولعب في الأرجنتين، ولعب في البرتغال. يرتقي أعلم الجميع أنطولينا الكاريز عشان يسجل في مرمى المنتخب الإيطالي. إيطاليا لم تخسر، بقول لحضراتكم، أمام فريق من أمريكا الجنوبية منذ عام 78، وإيطاليا آخر 12 بطولة كأس عالم خسروا أمام أيرلندا عام 94. أدي أمامنا هدف من جانب اللعب الكاريز. أمامنا في هذه اللقطة يعتلي الجميع ويرتقي فوق حامل اللقب في هذه اللقطة. أين الرقابة من جانب لاعبي المنتخب الإيطالي؟ المتفوق حتى الآن عليه منتخب الألبي روخو، المتفوق بهدف اللعب المدافع اللعب الكاراس، والخطأ وهدف التعادل. هدف التعادل بيسجله اللاعب دانييلي دي روسي. أدي أمامنا الهفة الدفاعية والهفة أيضا الكبيرة اللي بتقع على حارس المرمى فيار، وهدف التعادل اللي بيأتي للمنتخب الإيطالي بعد مرور حوالي 19 دقيقة من الشوط الثاني. دي 64 بيسجل دي روسي هدف التعادل من متابعة وخطأ قاتل من حارس المرمى. ركلية لعبت داخل منطقة الست ياردات، هي منطقة نفوذ حارس المرمى، والحارس فيار يرتكب خطأ فادح في هذه اللقطة. ملعوبة حلوة أوي ركلية، وفيار يطير في الهواء والدفاع غائب والتغطية مش موجودة. ودي روسي بقى بالخبرة، شوف حضراتكم دي روسي هو حط جسمه ورقم 19 طبعا هنا ماريوس لوكا.